أخبار الثامنة من 218 نبدأها بالعناوين. المستشار عقيلة صالح يطلق عملية تحرير سرت. العربي على الليبيين البعد عن الانقسامات وإعلاء مصلحة الشعب. أبو بكر بعيرة يحذر من الوقوع في فخ الحرب الأهلية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح توجيهاته للقيادة العامة ورئاسة الأركان للقوات المسلحة بصفته القائد الأعلى للجيش بالتحرك لتحرير مدينة سرت وتراب الليبي كافة من الدنس الإرهابي والتطرف. وأعرب عقيلة صالح عن رفضه لجملة من القرارات والبيانات الصادرة خلال الأيام الماضية عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن المجلس انتحل صفة القائد الأعلى للجيش بشكل ممنهج ومتعمد في مخالفة واضحة للقوانين الليبية. دعا الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الليبيين إلى البعد عن الانقسامات والتوحد وإعلاء مصلحة الشعب الليبي على المصالح الشخصية، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على حفظ التراب الليبي ووحدة أراضيه. تصريحات العربي جاءت على هامش جلسة تشاورية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين حضرها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وبدوره قال فايز السراج أن حكومة الوفاق تسعى لحشد تأييد الدول العربية لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني. السراج تطرق إلى خطورة الإرهاب على جميع الدول مؤكدا أن ليبيا ستعمل على محاربة داعش. قال المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن محاكمة المسؤولين عن استهداف التظاهرة السلمية في ساحة الكيش أمام الجنائية الدولية هو أمر ممكن. كوبلر وفي بيان نشرته البعثة الأممية جدد تأكيده أن استهداف المدنيين يعد جريمة حرب، مضيفا أنه يمكن محاكمة أولئك المسؤولين من قبل الجنائية الدولية التي لديها اختصاص قضائي قائم بشأن ليبيا، وأضاف قائلا يجب محاسبة المسؤولين أيا كانوا. قال أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب لموقع سمبوتنيك الروسي أن حكومة الوفاق هي الطريق الأسلم لليبيا، لكن لابد أن يكون ذلك دستوريا عن طريق موافقة مجلس النواب الذي يتم تهميشه من قبل المجلس الرئاسي الذي يعمل بمعزل عن البرلمان، مضيفا بأن المجتمع الدولي لا زال متمسكا بموقفه ضد ليبيا ولا يريد أن يحلحل هذه الأزمة ليستطيع الجيش تحرير البلاد من قبضة داعش الإرهابي. وتخوف بعيرة من الخلاف بين المجلس الرئاسي من جهة والبرلمان والقيادة العامة للجيش من جهة أخرى على قيادة الجيش الليبي، وشدد على أنه لا بد من وجود تنسيق بين تلك الجهات حتى لا تقع البلد في فخ الحرب الأهلية. ناشد رئيس المجلس المحلي بني وليد علي نقراط كل الجهات المسؤولة في الدولة لمساعدة المجلس البلدي في استقبال النازحين من مدينة سرت. رئيس المجلس طالب بتوفير الإمكانيات التي يفتقر إليها، موضحا بأن المجلس استقبل خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن 20,000 نازح من مدينة سرت والمناطق المجاورة لها. هذا الشاب الواقف منذ ساعات الصباح الأولى ليس في بنجردان ولا السلوم يمتهن بيع الوقود، بل جاء لانتظار أهله وأخوته من أبناء الوطن القادمين من سرت والجداحية وزمزم والهيشة ووادي بي وبونجيم ليزودهم بالوقود مجانا. هذه النقاط وغيرها في فدراج وسوف الجين وسدادة استقبلت منذ ما يزيد عن اليومين أكثر من 20,000 نازح فروا من جحيم الاشتباكات المستعرة مؤخرا. خاتم ربي ما فيش واحد كل يعدل. إيه لو طاع قلت لك مليون يعني غادي كلها والدواعش كلها ومضايقيننا غادي وحربت الناس زلت كلها قريب خالية. فالعبء هذه المرة يبدو كبيرا إذ أن أعداد الوافدين تجاوز 20,000، ووفقا للسلطات المحلية بالمدينة فمن المحتمل تضاعف هذا الرقم لأكثر من 4 و5 مرات،
وهو الأمر الذي اضطر على إثره المواطن قبل المسؤول لإجراء صيانة عاجلة لبعض المدارس التي لجأت إليها لجنة الأزمة لعلها تخفف من وطأة المعاناة. احنا فتحنا بيوتنا وفتحنا، والآن درجة النزوح هي نزوح كبير على بن وليد، وكما شاهدتم في فترة مسائية عدد السيارات والعائلات اللي دخل مدينة بن وليد، فاحنا قمنا بإجراء احتياطي لتجهيز مدارس تجهيز كامل، سواء من الفرش، من معدات الماكل، وجميع المعدات إن شاء الله اللي يحتاجوها أهلنا. بأبسط الإمكانيات وفي غياب كامل للدولة، تستقبل بني وليد ضيوفها ويحدوها الأمل أن تجد نداءات مؤسسات مجتمعها المدني ومناشدة مجلسيها المحلي والاجتماعي أدانا صاغية من كل السلطات بالبلاد بعيدا عن اختلاف مساراتها السياسية. إلى ذلك، أطلق مجلس أعيان ليبيا للمصالحة في ختام اجتماعه الطارئ بمدينة طرابلس نداء عاجلا ناشد فيه السلطات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وأهل الخير في ليبيا لتقديم يد العون والمساعدة نازحي مدينة سرت والمناطق المحيطة الذين بدأوا بالتوافد على مدن بني وليد وترهونة. المجلس ثمن الجهود التي قام بها أهالي ومجالس بني وليد وترهونة الذين سخروا إمكانياتهم المتواضعة لاستقبال إخوانهم القادمين من سرت، وطالب بتقديم كل السبل الدعم والإمداد من أجل إغاثة النازحين. بث تنظيم داعش فيديو يظهر سيطرة التنظيم على بلدة بوغرين الواقعة شرق مصراتة، والتي سيطر عليها التنظيم يوم الجمعة الماضية، وخلى الفيديو من أي مظاهر مسلحة بالمدينة التي خلت شوارعها من مظاهر الحياة. أفاد مصدر عسكري بأن هجوما مباغتا تعرضت له عناصر الكتيبة 301 المتمركزة بالقرب من كوبري زهراء ببلدية العزيزية. المصدر أضاف بأن الهجوم أسفر عن اختطاف 3 من عناصر الكتيبة والاستيلاء على سيارتين تابعتين لها، وعلى إثر التوتر الذي ساد المنطقة أغلقت الطريق الرابطة بين العزيزية وطرابلس. مشاهدينا، ينضم إلينا للحديث حول كل هذه المواضيع من مدينة مصراتة المتابع للشأن العام السيد علي صوان. سيد علي صوان، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نعم سيد علي، بداية، كيف تقرأ دعوة أمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي على الليبيين أن يتوحدوا؟ إيه طبعا، أولا أترحم على الشهداء الذين سقطوا في مواجهات تنظيم الدولة داعش، سواء بمواجهات مباشرة أو بتفجيرات، سواء في شرق مصراتة أو في العمل الغادر الذي قام به. في الواقع لا أتصور أن هناك إنسان عاقل مهما كانت ديانته أن يقوم بقصف متظاهرين، وأنا أقصد هنا شهداء الكيش، وأترحم على كل شهداء ليبيا. ما قاله السيد الأمين العام، كنا في الواقع تمنينا أن يقوله السيد عقيلة صالح في هذا الوقت الخطير، يعني الذي نتعرض به إلى هجمة خطيرة جدا من قوى متطرفة، قوى ظلامية تريد أن ترجعنا إلى قرون ربما العهد في القرون الوسطى، بدعاوى كثيرة مضللة. في الواقع تمنينا من السيد عقيلة صالح أن يبتعد الآن حاليا عن التفاصيل والتشبث بأشياء. في الواقع نحن رأينا أن أمريكا تحتاج تسعى نفسها، يعني ربما لم تتمسك بها بصورة كبيرة، وأنا أقصد هنا من هو القائد الأعلى والإعلان الدستوري وغير ذلك. نحن الآن نريد أن نتوحد، فبالتالي
من يكون القائد الأعلى. كنت أتمنى أن جلسوا مع بعضهم واتفقوا على ربما حتى على الاشتراك في هذه لهذا الموضوع، أن يكون هناك قائد أعلى في المنطقة الغربية وقائد أعلى في المنطقة الشرقية أو بأي صيغة كانت. يعني هذا الانقسام الآن هذا هو ما يشتغل عليه تنظيم الدولة في الواقع. يعني نعم، في هذا الإطار هل تجد دعوة رئيس مجلس الرئاسي سيد فايز السراج برفع الحظر عن الجيش الليبي صدى لدى المجتمع الدولي؟ هنا الإشكالية أنا أقول لك، يعني ربما لنكون واضحين في الواقع، يعني ترسانة السلاح الموجودة في ليبيا يعني بشكل كبير جدا. لو استطعنا أن نصل إلى صيغة للتوافق وللتفاهم بين القوى المتصارعة، وأنا لا هنا استبعد المتطرفين، استبعد أنصار الشريعة وما يسمى بشورى الثوار وما إلى ذلك وداعش، ولكن هناك قوة أخرى وكتائب أخرى في الواقع يعني شيطنتها بالكامل واعتبارها أنها ميليشيات في هذه الصورة. هنا الإشكالية كبيرة جدا. كنت أتمنى على الأقل عندما يكون هناك عنوان كبير كعنوان تحرير سرت ألا يتم تجاهل مدينة لها يعني قوة موجودة ومعروفة، أنا أقصد هنا يعني كتائب ثوار إطراتة. فمثلا مستغرب جدا أن يتم استدعاء كتائب من الزنتان من أقصى الغرب بدعوى أنها قوات مساندة أو أنها جيش أو ما إلى ذلك، واعتبار الذين يواجهون مواجهة مباشرة مع داعش في شرق مصراتة وفي بوغرين اعتبارهم ميليشيات. هنا هذه اللغة الخشبية باعتقادي لابد أن نتخلص منها. أنا أقول لك ومسؤول عن كلامي أن جل كتائب مصراتة غير مؤدلجة، جل كتائب مصراتة تريد أن يكون هناك جيش نظامي، أن يكون، ولكن القصة تحتاج إلى وقت، إلى تنسيق، إلى لغة مختلفة تأتينا من الطرف الآخر. أما القول أن نستمع مثلا إلى أن مصراتة سلمت سرت إلى داعش، نستمع أن مصراتة سلمت بوغرين إلى داعش، وللأسف من كنا نعتبرهم نخب يعني في من المنطقة الشرقية ونعتبرهم أساتذة لنا، القول بهذا هذا قول لا يصدقه عاقل. يعني أن نقول أن مصراتة في خط أمامي، أنا لا أتكلم هنا كمصراتي، ولكنني ربما كنت أتمنى أن أكون حتى مدينة أخرى وأنصف هذه المدينة الآن التي في الواقع تظلم كثيرا باعتبارها بنعتها أنها مصدر للإرهاب، أنها قصص كبيرة جدا نستمع إليها. في الواقع نتمنى لو أحد من هؤلاء يأتي ويزور مصراتة في اعتقادي سيغير كثير من يقال، لأن الإعلام هناك إعلام موجه ولا أعلم يعني منحاز بصورة كبيرة جدا. أنا أتمنى من قناتكم 218 أن تستمر على حياديتها، لأنها في الواقع في بداية هذه الأحداث استمعنا إلى بعض الأخبار التي نقلت بصورة غير مهنية، وبعد ذلك استمعنا إلى اعتذارات وهذا جيد. فبالتالي هذا هو ما نحتاجه، يعني في الواقع نحتاج إلى أن نتفق أكثر من تسليح، وإن كان احتجنا إلى تسليح فنحن نحتاج إلى تسليح تقني أكثر منه تسليح يعني معدات مثل زيادة هذه الآليات الموجودة بصورة منتشرة بصورة كبيرة جدا في ليبيا. نحن نتمنى عندما ننتصر على الإرهاب أن نتخلص منها كلية، لا نزيد من التسليح. نعم سيد علي، أيضا كيف تقرأ تأكيد سيد فايز السراج على محاربة الإرهاب من القاهرة؟ والله أنا أقول لك يعني أنا صرت أشفق على سيد فايز السراج وهو صديقي وكان زميل دراسة. باعتقادي أنه عندما اختير لهذا المنصب أو للمجلس الرئاسي وعد بوعود كثيرة جدا بدعمه، سواء دعم محلي أو دعم دولي. الآن لم نرى في الواقع هذا الدعم، يعني مماطلة البرلمان في إعطاء ثقة للحكومة في الواقع يعني تشل أيدي سيد السراج. السيد السراج لا يستطيع أن يشتغل بدون أن